عندش خلاف مع ممثلة ونجمة مشهورة جدا حاليا. حاليا هو الخلاف مستمر وبدأ من سنة 99. يعني لا أنت تطيقيها ولا هي تطيقك لسبب ما حد يعرفه، بس أنا اللي أعرف أنه بدأ بعمل أشهى الموائد. أها صح كلامي لو غلط؟ صحيح، هي ما كانت معروفة، وخلافي صاروا إياها مو أنا مباشر. عندي 40 حلقة موجودة الصورة بالشخصية اللي أنا إلي، تفاجأت أنه هي لابسة ملابس الشخصية اللي هي مالتي. فقلت له للمخرج، هم مخرجين اثنين كانوا، قلت له للمخرج ابو اللغه العربيه وهو مخرج، قلت له استاذ هاي مو شخصيتي، قال لي ها ما وجميلتنا وجديده وخطيه وما ادري شنو. فقهرت لي، 40 حلقه راحت مني. اخذتي غير دور انت؟ قلت له انتم تحترمون اللي ما يحترمكم وما تحترمون اللي يحترمكم. فاحدى الفنانات المعروفات بذاك الوقت قالت لي عبير ارجوك لا تدخلين. قلت له بالله تسكتي. لا لا ارجوك ارجوك. قلت له لا تدخلين. فكملتها انه حكيت عليهم، بس انا ما اتجاوز عاد هاي، ما قلت اصيح بصوت عالي وبكلام طبيعي عادي، بس ما الاغلط ابد. فالمهم نعم رحت من اشهى المواد، عندي تصوير لشركة الديار شمس الصباح. حلو. فرحت للتصوير، سلمت على الموجودين كلهم. فالفنانة القديرة اللي أنا أموت عليها هند كامل، تحياتنا لها طبعاً. وتحياتنا أستاذ فيصل كلش أحبه. نعم. فقام الصيح علي بواحد أنا ما عندي فد إساءة إلها أو فد بادرة ما حلوة، بالعكس كلش أحبها. فظلت الصيح، ظليت مشدوها، أنتي ليش شادة ويا فلانة؟ ليش مدري شنو؟ با واحد قلت لها أنا ما عندي شيء. قالت لي بلا كلام أرجوك. فسكتت، يعني جاية شارحة إنه أنا متعاركة وياها وشادة وياها بس أنا سمعت إنه أنت بالفعل كنتي شادة وياها ببداياتها وما متقبلة كلش وجودها. بالعكس، أنا ويا الشباب الجدد أبد ما أشد ويا أحد، كائن من يكون بعمري أكبر من عندي أنا أشجع. أنت من الناس من أول لقاء ويانا، مو أنا قلت لك لا هيك الطريقة ما حلوة هيك، بس يعني أنا ممثلة فكممثلة لا لا أنا ويا كل الناس وعندي شهادة من الناس إنه زهور تقول عبير علمتني الإعلان. أول ما دخلت إعلان عبير علمتني. غالب جواد تحياتنا إله، تحياتنا للزهور. قال لولا عبير أنا ما أصير بطل، يعني طيته حافز إنه ليش تقبل تصير بالمجاميع تصير بطل. فالحمد لله الولد انه اتجه اتجاه بطل وظل نجم. ليش بعدك انت وهاي الممثله اليوم توتر اكو بالعلاقه؟ لا لا لا، من ناحيتها انا بالنسبه لي شفتها قبل فتره، قبل ايام شافتني عبير حبيبتي اشتاقت لك، انا بصير تشطيني تليفونك. فاجأت يعني تحكي علي وقاطع رزقي من ال 99 لحد الان وطيني رقمك باحدى المسلسلات. اتصور من هول الغيرة مالتها. عندي مشهد اصيح ويسحلوني من غيرتها، تحكي وياي وتبكي وترجف. عبير شنو انت تخبلين؟ حلو شغلك بجيتيني شنو؟ شبيش؟ يعني واحد يغار من دور اصغر من عنده؟ لو دور مستوى، لو باحد الافلام تقولي هاي شنو انت زين وانت من الجنات تحكين علي. انا دوري بسيط بس الحمد لله الله مطيني نعمه اترك بصمه، وقاعدتي انه انا اغار من اللي افضل من عندي، فالحمد لله انا ما اغار من احد، انا لين افضل من عندهم ما يغارون.